رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نبض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي، كأنما متعمدا في بغضه وصاك، يا تيم لا تمت عليك سعادة لكن دعاك إلى الشقاء، شقائك ولا أنت أكبر يا عدي عداوة، تالله ما عضد النفاق سواك، لولاك ما ظفرت علوج أمية يوما بعترة أحمد، لولاك وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار داما، بقائك هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آبائك، وعففت يوم الطف عفة جده مبعوث يوم الفتح عن طلقائك، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك، أم هل برزنا بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نسائك، تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا قسرا تجاذب عنك فضل رداك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. لو أردنا أن نجري استبيان كتجربة
استبيان ما بين الناس، نسأل ما هو أحب الموجودات إلى نفسك؟ الموجودات وليس المخلوقات، لأن التعبير يختلف المعنى. إذا نعمل هكذا استبيان، فبالتأكيد أن الأعم الأغلب من الإجابات سيكون أو يدور بمحور عاطفي. يعني ممكن واحد يقول ابني، واحد يقول أخي، واحد يقول الأب، واحد يقول الأم، وممكن واحد يقول نفسي، لأنه ماكو واحد يحب شيء أكثر من نفسه. فدائما نتيجة الاستبيان بالأعم الأغلب تجي النتائج تحوم حول هذا المحور، المحور العاطفي. لكن عندما نقف في رحاب الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، تعطينا بعداً أكثر لهذا الحب. يعني لمن يوظف الحب؟ والتوظيف ما وظفته زينب بشكل لفظي، وإنما على المستوى العملي. يعني شلون مثلاً لما دخلت إلى واقعة الطف، هي كانت برفقة الإمام الحسين سلام الله عليه. هي عليها السلام ولدت سنة 5 للهجرة، وإلى جوار الحسين ما فارقت لتلك اللحظة التي حضرت أو جمعتهما الأقدار في واقعة الطف ليؤدي نفس الدور. ما افترقوا حتى بزواجها، وكما تعلم أن الحوراء زينب لما تزوجت كانت في رحاب أبيها علي بن أبي طالب، من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وكما يقول النبي: بناتنا لأولادنا وفعل أبنائنا. وفعلا موضوع تم الزواج، لكنها كانت في رحاب الإمام، في رحاب العصمة، من بيت أبيها علي إلى معية أخيها الحسن ثم الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولم يبعدها الزواج عن تلك الأجواء لعلة بقلب علي بن أبي طالب، هو للتأهيل وصقل المواهب لأداء ذلك الدور. أكو عملية إعداد دورة. فمن وصلت إلى هذه المرحلة، ولدت 5 بالهجرة، 5 للهجرة في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أقام عليها السنة. طبعاً هو المعلوم أن الإنسان البسيط من يصير يوصل الطفل عمره إلى السنة الثالثة، تبقى الانطباعات الذهنية تبدي تشتغل عنده، بحيث تترسخ في ذهنه المفردات والمعاني وتصرفات الأهل، تعلق في ذهنه كثير من الأمور. يعني حط رجله في مضمار الحياة ويبدي يتعلم، يعني يتفاعل مع المجتمع من خلال الأسرة. عمره 3 سنين، هذا الإنسان العادي الطبيعي. أما إذا كان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالوضع يختلف. يعني في بيوت مهبط ملائكة، مهبط وحي، في حجر النبي، أنفاس النبي، أنفاس علي بن أبي طالب سلام الله عليه، في رحاب فاطمة الزهراء تتغذى من لبنها. بعد موضوع بالتأكيد أن النضج والإمكانية والعقلية والتقبل والتفاعل يصير بدرجة أعلى. فعاشت مع أمها فاطمة سلام الله عليها 6 سنين، وحصل اللي حصل، وكانت تعيش الأحداث كما قلنا، تعيش كل الأحداث والملابسات والتشابك المعقد الذي حصل، والهجوم على الدار وإحراق الباب، ووجود فاطمة بين الحائط والباب، خروج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى مجلس القوم، تلك الخطبة، خطبتها عند النساء، كيف كانت فاطمة صلت حتى ورم القدم وانتفخ الساقان، كيف كانت تدعو لجيرانها قبل وتسأل سلام الله عليها، تقول أجار ثم الدار، كيف أن فاطمة كانت الحسنان والزينب سلام الله عليها يبيتون طاويم من الجوع، وفاطمة تتصدق، مو وإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد. كل هاي الأحداث كانت تعيشها زينب سلام الله عليها وترسخت في ذهنها. إذن حضرت الواقعة، لما وصلت إلى الواقع عاشت مع أمي الزهراء وافتقدتها، كانت ترى بأبيها علي بن أبي طالب وبنور الحسن والحسين ما يسد الفراغ عن النبي وعن الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. افتقدت
أباها أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة، ورأت جرحا في رأسه، ومعروف عن الناس أنه أهل البيت ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هم مقتول وهم مسموم ترى بالمناسبة، يعني اثنين يعني مو ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم، لو مقتول بالسيف لو مسموم مقتول أيضا بالسم. علي بن أبي طالب هم قتل بالسيف والسيف كان مسموم، يقول له وصل السم إلى أم رأسك والضربة إلى أم رأسك وورم القدم وكذا وحصل لي حصل. فكل هذه الأحداث عايشتها الحوراء زينب سلام الله عليها. لما وصلت إلى كربلاء صار موقف، على ضوء هذا الموقف راح نقرأ شنو اللي تعطي زينب سلام الله عليها من درس بليغ في مجال الحب لمن يتوجه هذا الحب. من قلنا من نسوي استبيان ونسأل الناس يدور الموضوع، الإجابات تدور حول محور عاطفي. زينب سلام الله عليها تحلق في أجواء روحانية أبعد من العاطفة وليست لها علاقة بالعاطفة إطلاقا. لما وصلت إلى كربلاء أو حصل فرد موقف لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني وصار موقف من المواقف، اجت للإمام كانت تقول له اليوم مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضين ويا ثمان الباقين. طيب هذا المفهوم يدلنا على أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يمثل هؤلاء الصفوة، هؤلاء الخمسة. طيب ذول الخمسة اليوم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بحديث الكساء لما نرجع إلى حديث الكساء نجد أنهم علة الوجود. ما خلقت أرضا ولا سماء ولا قمرا ولا شمسا ولا إلى التفاصيل الموجودة في حادثة الكساء إلا من أجل هؤلاء الخمسة، يعني علة الوجود خلق من أجلهم، وأنت تمثل هذا الوجود برمته من محمد صلى الله عليه وآله إلى ذاتك المقدسة يا أبا عبد الله، أنت تمثل هذا الوجود كله والذي هو علة وجود الإنسانية وجود البشرية. وإذا بالحوراء زينب سلام الله عليها تتصدى لتقديم هذا الوجود قربانا لما هو أهم ولما هو أكبر، إذن هذا الحب، اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما بدأت المعركة وكان كل واحد من أصحابه أو من أهل بيته لما ينزل ويراقبه من باب الخيمة، فمن يراقبه لما يقع شهيد ينزل إليه أبو عبد الله الحسين يضمه إلى صدره يحمله إلى مخيم نصب للشهداء، وهو يكرر هالآية يؤبنهم بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يعني جاي يقدم قرابين إلى الله تبارك وتعالى. لما استفرغ كل ما عنده من طاقات بشرية وصار يجود بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، والجود بالنفس كما تعلم أقصى غاية الجود، لما يقدم نفسه أبو عبد الله الحسين من يقدمه إلى ساحة الجلال الربوبي؟ الإمام السجاد سلام الله عليه كان علي المسجى بين الموت والحياة في كربلاء لعلة لحكمة لله في خلقه شؤون، الله ابتلى بعلة حتى يخلص من القتل وليبقى الامتداد الطبيعي للنبوة، الامتداد الطبيعي للإمامة لنسل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فزينب كنت تصدى لهذا الموقف، وهذا الموقف مو سهل، يعني لما تقدم كل الوجود بما في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين تقدم، إذن هذا القربان إيش قد ملازم أهم بيصير اللي أنا مقدم له الحب إلمن. شوف أكو حادثة قد تقرب الموضوع أكثر. فرد يوم من الأيام يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في إحدى الطرقات وشاف صبية، من ضمن الصبية أكو صبي كان منتبه لرسول الله صلى الله عليه وآله
والابتسامة تملأ عارضيه، يعني جدا مرتاح. تعرف الإنسان بنتشوفه أحيانا، إذا شفت إنسان، إذا تشوف الإنسان مو مريح يكون حتى وجهك مبين عليه واجم ممتعب، وخاصة اللي عنده بؤرة الظلام من يشوف أهل الخير يتضايق منهم. يعني تتذكرون هذا اللي كان في يوم من الأيام كان يمشي إلى جنب أبيه اللي هو عمرو بن العاص، مع الأسف، مع شديد الأسف، أن الآن بعض المسلمين يعتبر صحابي، يعني يضع عليه فرد نوع من الحصانة. عمرو بن العاص كان يسير إلى جنب أبيه العاص بن وائل، ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلتفت الأب اللي هو العاص بن وائل، التفت لولده رآه واجم معبس مو راضي، قال له ما لي أراك واجم؟ قال لشدنا ما أشنأه، ما أحب أشوفه أصلا. يا سبحان الله، طبعا طبعا الظلام ما يحب النور، أنا لا أحبه. التفت له الأب بدل ما يوبخه، التفت له يقول له سرعان ما يموت هذا الأبتر وينقطع ذكره، حتى ولد ما عنده، ما الحمد لله إحنا موجودين وأنت موجود وكذا. وبعدين القرآن الكريم بعد ما وصلت الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل القرآن بشتم هذا الشانئ ابن الشانئ، يقول له إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر يعني الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وفعلا الآن تبحث في بطون الكتب ماكو شيء اسمه عمرو بن العاص، رد واحد نتم قد موجود في زاوية مظلمة من زوايا التاريخ، بينما محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته ونسله يملؤون الأرض عطرا ومسكا وطيبا وأخلاقا ومروءة. المهم، فهذا النبي صلى الله عليه وآله شاف هذا طفل من فتحة أساريرة كلها فرحان، فتقرب من النبي استدعاه قال له أشوفك مسرور شيء؟ قال بلى يا رسول الله أنا أحبك، ولذلك أنا ما أشوف المحبوب نفسي تنفتح. سأل النبي صلى الله عليه وآله قال أيهما أكثر تحبني، أنا أم أمك؟ قال أنت أحب إلي من أمي. قال أنا أم الأب؟ قال أنت أحب إلي من أبي. قال أيهما أحب إليك، أنا أم نفسك؟ قال أنت أحب إلي من نفسي. يعني فتجيب، قال أيهما أحب إليك، أنا أم ربك؟ هنا بيت القصيد، هنا محل الشاهد، أن هذا القربان اللي يمثل كل هذا الثقل تتصدى الحوراء زينب لتقديمه لمن؟ لمن هو أحب إليها من هؤلاء، وهو الله تبارك وتعالى. قال له أيهما أحب إليك، أنا أم ربك؟ قال لا 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 يا رسول الله، هذا ليس لك ولا لأحد غيرك، أنا أحبك لحب الله تبارك وتعالى، لولا الله لما أحببتك، أنا أحبك لأنك متعلق بالله، لأنك مرتبط بالله تبارك وتعالى، هذا ليس لك ولا لغيرك. هذا الصبي كان يظهر على مرتبة كبيرة من الوعي والمعرفة، فيلتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يقولهم أحبوني هكذا، أحبوني لحب الله تبارك وتعالى، ليكون حبكم حب عاطفي. فإذا زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا فرد نظرة وصورة لمعرفة الله تبارك وتعالى، لحب الله، كيف تقدم القرابين وبأي صيغة، ولمن يكون الحب يفترض أن يكون لله. يعني نحب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لحب الله تبارك وتعالى، لأنهم يمثلون مو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هم خلفاء الله تبارك وتعالى في الأرض، وعلى هذا الأساس أحبهم لأنهم خلفاء الله. هسه من هذا الموقف نستنتج أن الحوراء زينب سلام الله عليها
لم تكن قد دخلت كربلاء بصيغة امرأة قادتها الأحداث برفقة أخيها أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحصل معها الذي حصل، بحيث حصل صدفة وهي من باب الصلابة والقوة والجرأة واجهت هذه المشاكل. لا مو هالشكل، وإنما زينب أهلها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولذلك الأحداث التي مرت بها كانت يعني بمستوى التدريب العملي للحوراء زينب لتهيئتها للصلابة والقوة. وإلا مو سهل أن تفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو سهل أن تفقد تلك الروح التي احتضنتها من المدارج الأولى لحياتها وهي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، مو سهل عليها أن تفتقد أباها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمرها 35 عام على وجه التقريب، لأنها ولدت سنة 5 للهجرة، والإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب استشهد سنة 40 للهجرة. يعني عمر الحوراء زينب كان 35 عام، وافتقدت يعني 35 عام أرد أقول لك تأقلمت مع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وتأقلمت مع أدعية أمير المؤمنين وقت السحر، وكانت تلك السبحات سبحات الجلال التي تخترق الظلام في جوف الليل تملأ سمع الحوراء زينب عليه السلام، وإذا بها تفتقد تلك الروح الربانية، تلك الروح الملائكية، تلك الروح القدسية، تفتقدها بين عشية وضحاها. يخرج أبوها علي بن أبي طالب إلى الصلاة، يرجع إليها بين الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية يجود بنفسه، والجرح قد وصل إلى أم رأسه. هذا مو سهل على زينب سلام الله عليها لما تفتقد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بعدين تفتقد الإمام الحسن، تعيش كل الإراصات والمداخلات والتشابك والأمور التي مرت من خلال الخيانة والغدر والنكت والخديعة التي حصلت من جيش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، واضطرته إلى الهدنة. وزينب كانت من السمع والبصر تراقب الأحداث بدقة، لأن هذه الأحداث كانت إلى وقع عمرها مثل ما قلت لك 35 عام، عاشت ظروف التقية المكثفة التي عاشها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أيام مع الإمام الحسين أقصد، عندما كان يعيش في كنف بعد استشهاد الإمام الحسن سلام الله عليه وفي دولة معاوية، وهذه كل الأمور كانت بمثابة التأهيل وصقل المواهب والاستعداد لقيادة تلك المعركة الحاسمة مع معسكر الكفر، مع جبهة الشرك المتمثلة بدولة بني أمية، ولذلك أدت الدور على أحسن وجه. يعني كانت عدة أدوار صلوات الله وسلامه عليها، واحد من عدهم حماية العائلة الكريمة، والحوراء زينب تبنت حماية العائلة كما أوصاها الإمام الحسين عليه السلام عندما وقف زينب تعزي بعزاء الله: لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. وحدة من وصاياه قد عند ثقة بتلك المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة في معناها ليس بعمرها الشريف، عمرها الشريف كان 55 عام في واقعة الطف سنة 60 مطلع 61 للهجرة. يقولها زينب اذكريني بصلاة الليل، يعني كان يعلم تماما أن زينب هذه الأقدار وهذه الملابسات وهذا الهجوم على العائلة الكريمة وحرق المخيم، متأكد الإمام الحسين سلام الله عليه بأن بنت الزهراء التي تربت في محراب أمها صلوات الله وسلامه عليها سوف لن تبعدها عن التوجه إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل. وفعلا زينب وفت بهذا الالتزام وتوجهت إلى الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن قبل ليلة عشر محرم أنت بتسمع العبارة سبحان الله، يعني ايش قد فرق بين المعسكرين،
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، مو يعني غربلة. كانت الناس واقفة على مفترق طرق فتنة، كانت واقفة على مفترق اختبار صعب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. معسكر الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا ينقلون عنه يقولون باتوا ولهم، هذه عبارة أجمع عليها المؤرخون، باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين قارئ للقرآن ومصلي، بين قائم وقاعد وراكع وساجد حتى الصباح. هذا ديدنهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فاطمة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما تنقل تقول ليلة عشر محرم أنهت تلك الليلة عمتي في محرابها تصلي، أنهت الليلة في محرابها لتصلي، متوجهة إلى الله توجه تام، وهي تعلم تماما أن في صبيحة تلك الليلة فتفتقد ذلك العز الشامخ، تفتقد ذلك الوجه العطوف وهو الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، ستفتقد قمر العشيرة، ستفتقد أولادها الاثنين الذين حضرا مع خالهما الحسين سلام الله عليه إلى واقعة الطاف، ستفتقد كل هذا المفهوم والمضمون اللي تعيشه، وتتحول المخيم يتحول إلى ركام، كل هالتفاصيل تعرفها رسمها الحسين أمامها، لكن لم يشغلها شاغل عن ذكر الله تبارك وتعالى والتوجه إليه وامتداد القوة والصلابة والمعنوية من. ولذلك انت تشوف الآن قوتها وصلابتها وانطلاقتها واسترسالها بالكلام عندما تدخل أسيرة، تدخل على الآسر، تزدريه، تحتقره، تخاطبه بمنتهى القوة. هذا مو يعني ما ناشئ من فراغ، وإنما كما يقول الحديث المأثور أن من عصم نفسه عن الحرام 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. إذن زينب سلام الله عليها عصمت نفسها عن الحرام والشبهات والمكروهات وكل ما يدور في دوائر الضبابية، ابتعدت عنه الحرام زينب سلام الله عليها، ولذلك الله تبارك وتعالى أعطاها القوة والمعنوية والصبر والصلابة، بحيث بكل هالصورة مرسومة بذهنها ليلة عشر محرم، وفاطمة بنت الإمام الحسين تقول إن عمتي أنهت تلك الليلة في محرابها متوجهة إلى الله تبارك وتعالى. ومرت الساعات تترى تتعجل بالأقدار إلى أن جاءت ليلة 11 محرم، وكانت ليلة 11 محرم كما يقول العقاد عباس محمود العقاد نكسة الضمير الإنساني، وإذا بالحوراء زينب سلام الله عليها تتوجه إلى الله وتصلي صلاة الليل. وصلاة الليل يعني في تلك الليلة كان فد شيء غريب من الحوراء زينب حقيقة، لكن نستغرب إحنا لضعف الإيمان، لقوة وضع النفس المنهار، أحيانا ننهار أمام أبسط المواقف ونترك حتى الصلاة الواجبة. إذن زينب حضرت تحمل مفهوم ضخم في ذهنها، تحمل مشروع كبير، تحمل تأهيل وإعداد وثقل للموهبة وللقوة، أعدها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إعداد كامل، بحيث وصل بها الإيمان أنها تقدم هذا القربان الكبير الضخم إلى الله بقوة. نزلت إلى الساحة سلام الله عليها غاية بالعفة بالاحترام، ما كانت تمشي الهوينة بوقار، ما طلعت منهارة أمام الجيش كي يشمت الأعداء بها. نعم هي كانت مع الحسين تبكي، امرأة شحنة من العواطف، يعني خويا زينب مو امرأة شأنها شأن كل النساء أنها تحمل عاطفة، وقد تكون عاطفتها أكبر لأن هؤلاء أخذوا الخلق النبيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد يعطفون حتى على الأعداء، يتألمون حتى على الأعداء، يتمنون لأعدائهم أن الله تبارك وتعالى يهديهم، كما كان جدها رسول الله صلى الله عليه وآله ترميه قريش بالحجارة وهو يرفع يديه بالدعاء، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون أني نبي. هذا الخلق الرفيع ورثته الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها
من النبي صلى الله عليه وآله، فلما خرجت خرجت بقوة برزانة مو منهارة، تعرف نفسها أنها أمام أعداء، والأعداء أكيدا يشمتون بأمير المؤمنين سلام الله عليه. إلى أن وصلت كما تعلم أن شبت بن ربعي سأل عمر بن سعد، قال له أتعرف هذه؟ قال لا. قال أظنها زينب ابنة علي، ماكو امرأة بهالجرأة والعنفوان تطلع أمام جيش 30,000 وبذيك المعركة ومخيم أحرقوا بيوت الظالمين، وطالع زينب بكل قوة. قال له عمر بن سعد ويحك امر الجيش فلينفرج لها سماطين، وأنا أكد لك هذه مو من عمر بن سعد، وإنما الله تبارك وتعالى يسخر حتى الطواغيت لخدمة في أوليائه. الله دفع كون يملي احترام زينب علي وعلى أمثاله، وانفرج الجيش لها سماطين وجاءت بقوة تمشي إلى أن وصلت إلى الجسد الصريع. استقد بعضهم تأمل أن زينب راح تبكي ممكن تنهار، لكن زينب فوتت الفرصة على الأعداء، انحنت بكل خشوع كما تنحني في محراب صلاتها لله تبارك وتعالى، وضعت يديها تحت الجسد الطاهر، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك. أي عطاء، أي تقديم. إذن زينب أعطت للناس فكرة عن الحب غير اللي المفهوم العاطفي اللي عندنا، أنا أحب أبوي أمي أخوي أو نفسي، وإنما زينب تقول الحب لله تبارك وتعالى وكل المخلوقات أنا أحبها لحب الله، وأنا أقدم أكبر قربان إلى دين الله تبارك وتعالى. وفعلا أدت هذا الدور بأحسن أداء، ثم رجعت تأخذ مسؤوليتها. ستشوف القوة اللي الله سبحانه وتعالى، مو أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل هذه تقرأها في حياة زينب، وإلا أرجوك يعني مثلا موقف من المواقف لما حمل السبايا يوم 11 محرم، مروا بهن على جثة الأعداء، على جثة القتلى، على جثة الحسين سلام الله عليه. وحقيقة يعني أن المسألة كانت زيادة بالتروية، زيادة بالوحشية والقسوة الموجودة، وإلا المفروض لو أكو ذرة من الإنسانية، لو أكو ذرة من الغيرة، لكان ما مروا بنساء ثكالى على جثث قتلاهن، أقل أن يوخروهن، لكن مروا بهن على جثث القتلى. شوف الموقف الصلب والجريء الشجاع. الإمام السجاد سلام الله عليه من شاف هذا المنظر أمامه، جسد الحسين عليه السلام موزع بالسيوف أهل بيته، أخذته الرقة، وهذا شيء مشروع أعتقد مو ضعف ولا تردد، وإنما أخذته الرقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم أنه بكي على ابنه إبراهيم، والتفت له أحدهم لعله عبد الرحمن بن عوف، قال له أنت يا رسول الله يعني أنت تبكي؟ التفت للنبي صلى الله عليه وآله قال اسكت، إنها رحمة تدمع العين ويحزن القلب، وإنا لمحزونون بك يا إبراهيم، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. الله تبارك وتعالى أعطى الدمعة رحمة للإنسان، عندما تنزل يخف عنا فرج كبير من نفسه. فالمهم الإمام السجاد من شاف هذا المنظر أمامه، المنظر ترق له حتى قلوب الأعداء، فالإمام أخذته الرقة، تألم، التفتت إليه الحوراء زينب سلام الله عليها، قالت ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي. شوفك متأثر ما أخذتك رقة، تبكي دموع تحدر على خديه، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، والله إنه لعهد من الله إلى جدك وأبيك، وسينصب لقبر أبيك علم في الطف على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. يعني توقع الآن بعد مرور السنين والأعوام وتعاقب الحكومات الظالمة الباغية، تشوف أن زينب سلام الله عليها
كانت تقرأ الغيب من وراء حجب. ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. الآن بعد 1400 سنة تقدر تلاحظ أن زينب برت بقسمها. زينب كانت صادقة بكلامها، هذا الكلام ما أخذته جزاف ولا من وحي الفكرة اللي بداخلها، وإنما من وحي الغيب. زينب مثل ما يقول الإمام السجاد: عم بحمد الله أنت عالمة غير معلمة. إذا عندها علم لدني أوصل لها الفكرة علي عن رسول الله عن جبريل عن الله تبارك وتعالى، وعلى هذا الأساس كانت تصرح بثقة. وفعلا مروا طواغيت وتعاقبت الدهور وتعاقبت العصور، ووصل الحال إلى حرث قبر الحسين، فتحوا الماء عليه حتى تضيع المعالم للقبر الشريف، منع الزوار، فرض الضرائب على زوار الحسين عليه السلام. وإلى الآن المطارق لا زالت على فكر الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى زوار الحسين، لكن الحسين عام بعد عام يزداد ألق، عام بعد عام يزداد رفعة. والله لا، مو من أجل طمسه، فلا يزداد إلا علوا كما تقول الحوراء زينب، وفعلا الآن لا يزداد إلا علوا. فكانت واضحة المفاهيم، هذه القوة منحتها العلوم التي احتملتها من أبيها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لكانت فعلا جديرة بهذه المهمة، أدتها بحرفية تامة بإمكانية فائقة، بحيث لم تخيب ظن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما عندما دخلت على الأعداء فحدث ولا حرج، يعني عندما كانت تكلمهم حقيقة، عندما يقول الكاتب يقول أسيرة تزدر الآسر وتهينه وهو في عقر داره، وهي دخلت إلى مسجد الكوفة والشام وقصر الإمارة في الشام البلاط الأموي، دخلت أسيرة مو أميرة، والأسير عادة يكون ضعيف، يكون يطلب العون يطلب الرحمة، بينما زينب سلام الله عليها دخلت بقوة. من دخلت إلى مجلس الكوفة، أنت تعرف كان كلامها مع أهل الكوفة يختلف عن كلامها مع أهل الشام. ليش؟ لأنه أهل الشام ما كانوا يعرفون الأسرة الكريمة، ولا كانت عندهم فكرة أصلا عن علي والحسين عليهما السلام، إلا بمقدار ما صوره الأمويون لهم بأنهم خوارج لا يصلون، خارجين عن الأمة، وهذه المرتكزات الدينية بقيت بأذهان أهل الشام. ولذلك زينب اختلف المنطق من هنا وهناك، لكل مقام مقال كما يقول أهل العلم، لكل مقام مقال. هناك كان كلامها غير، هنا بالكوفة تتكلم مع أناس يعرفون من هو هذا البيت، لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كانت عاصمة حكمة في الكوفة، ويدركون تماما من هو علي بن أبي طالب، ولذلك سلام الله عليها كان الخطاب مختلف: أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم. فزينب كانت تكلمهم بكلام العارف أنكم تعلمون تماما من نكون نحن، بينما بالشام: أمن العدل يا ابن الطلقاء. الخطاب مو للشام، كان الخطاب كان علما للحاكم، حتى توصل الفكرة لمن حضر إلى مجلس الحاكم بأن هؤلاء ليسوا بخوارج. فالشاهد لما دخلت إلى هذين المكانين كانت بمنتهى القوة والصلابة، بحيث لما دخلت التفت لها عبيد الله ابن زياد، سأل، كانت أبهة النبوة جلال الأمامة واضح على محياها صلوات الله وسلامه عليها، كان يسأل يقول: من هذه المنحازة؟ بين مميزة، ترى أبهة النبوة جلال الإمامة واضح على المحيا، وإن تكون أسيرة لكن أكو جلالة، أكو مهابة من الله تبارك وتعالى، الله حاميكم، يقولهم الإمام الحسين سلام الله عليه: واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم ومنجيكم من شرور الأعداء.
ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده. فلما دخلت قال: من هذه المنحازة؟ قالوا: هذه زينب ابنة علي. فصار مثل اللي يقرأ بالمجلس، قال: الحمد لله الذي فضحكم ونصر الأمير يزيد، وأكذب أحدوثتكم ونصر الأمير يزيد عليكم. قالت له: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وجعلنا من أهل بيت أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، مو أحنا. فشي سوي؟ يرد عليها براد: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ شون صنع؟ العائلة مسبية والرأس الشريف بين يدي عبيد الله بن زياد. أي امرأة كان مقتضى القاعدة أنها تبكي تسيل دموعها على خديها، وإذا بزينب تلتفت تقول له: والله ما رأيت إلا جميلا. هذا اللي شفته جدا جميل من الله تبارك وتعالى. رضا الله رضانا أهل البيت، هذا برنامج اللي رسم الحسين زينب، ما تطلع عنه. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. فتقول للحوراء زينب: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القاتل فبرزوا لمضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم. انت تنتظر اليوم تشوف نفسك حاكم مغرور، لكن ستحضر عند محكمة العدل الإلهي عندما يكون الحكم الله والخصم محمد والظهير جبرائيل والموقف القيامة، وعندها يخسر المبطلون. نفس كلام أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مجلس القوم عندما كانت توجه الخطاب لذلك الحاكم الذي خرج عن الشرعية التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس المفهوم: وسيجمع الله بينك وبينهم، وتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. ربك، هذا كلام أسيرة، لو كلام أميرة قوية تتكلم مع جند من ثكلتك أمك يا ابن مرجان، بحيث ألقمته حجر. بعد هذا ما يقدر يرد، يرد عليها بأكيد يعمد إلى منطق القوة بعد حتى يسكت بالقوة. مد يده إلى محزم رجل أخذ صوت من حزامه وجاء يتخطى الرقاب ليضرب الحوراء زينب. عجيب يعني، حتى أنا وإنت يعني عند جبين كل غيور، أنا وإنت ما نقبل لو حصلت، لكن غيرة الإلهية تدخلت، ما ممكن أن تسمح بهذا الموقف. حركت رجل اسمه عمرو بن حريث، ومعروف تاريخه تاريخ نتن، لكن هو الله حركه مثل ما قلنا شلون حرك عمر بن سعد ليأمر بجيش سماطين لزينب، حرك عمرو بن حريث قام قال له: ما تريد أن تصنع أيها الأمير؟ قال: أما تسمع ما تقول؟ قال: إنها امرأة أو المرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فكأنه استحى ورجع، وما عند ذرة حياة، لكن الله تبارك وتعالى لخ رجع عن الحوراء زينب كي لا يعلوها بالصوت، لأن هذا يجرح كرامة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعلى هذا الأساس عاشت الموقف بقوة برصانة، وأدت الدور بجدارة تامة إلى أن حملت السبايا إلى الشام، وناهيك عن الشام ومواقف الشام. والحوراء زينب أيضا بنفس القوة، أبدا ما ضعفت ولا وهنت ولا استكان ولا كان عندها نوع من التردد، وإنما توصل. أنت شايف عادة المعروف أن السبايا تستخدم، يعني السبية تستخدم، يأخذوها سبية للخدمة يعني، يهبوها، يهبها الأمير لمن يريد. فعندما أدخل السبايا إلى قصر البلاط الأموي وعارض وشيء، أكو واحد شامي التفت ليزيد. هسه ما أدري بعد، إحنا إذا نقرأ بين السطور ممكن الله سبحانه وتعالى حركه حتى يعطي المجال لزينب بهالمساجلة الكلامية حتى تظهر الحقائق، لأن الله تبارك وتعالى تعلمون إذا أراد شيء يهيئ أسبابه، فلازم أكو سبب للكلام يكون.
وإلا مو معقول هذا الرجل الشامي قد يكون يعرف، ما أعرف يعني هسه ما أدري فعلا كان يريدها سبية خادمة بالبيت أو كان يعرف فد شيء ويريد يحرك المفهوم. قال يا أمير هب لي هذه الجارية. إذا هذا لما يقول ليزيد هب لي هذه الجارية لازم إلى فد مقام، إلى فد موقف، إلى فد قرب من البلاط، مو معقولة فرد نوب ما يعرف من هؤلاء. قال يا أمير هب لي هذه الجارية. البنت الحسين سلام الله عليها لما سمعت هب لي هذه الجارية ويشير عليها قوب التأكيد خافت، يعني معقولة ما استوعبت أن أنا بعدين أصير خادمة بالبيوت وأنا بنت الحسين سيد شباب أهل الجنة. فلاذت بعمتها بمن تلوذ، لا الحسين ولا العباس ولا أحد من الحماة، لكن وأي عمة لبوة تقاتل تدافع عن أشبالها سلام الله عليك يا زينب. قالت عمة بعد اليتم استخدم. التفتت لها الحوراء زينب قالت عمة اطمئني إنه ليس له، ومن حقه ولا أميك هذا ما يسولف وحده. سمعها يزيد مجلس معروف يعني سمع الصوت، قالها إنه لي ولو شئت لفعلت، أنا لو أريد أطيئها أقول له خذها خادمة. قالت إنه ليس لك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. سهذول أهل شام ترى اللغة كانت لغة فصحى، مو مثلنا الآن اللهجة العامية بدأت تطغى وتضيع معالم اللغة، طبست الكثير من معالم اللغة بعدين طبتنا لهجات مستوردة من غير مكان فغيرت كثير من المعالم. دولات كانوا يفهموها الفصحى، هاي من تقول إلا أن تدين بغير ديننا، ديننا وحينا ورسالتنا وقرآننا مالتنا يعني إحنا يعني دولة حملت رسالة مو خوارج. قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت إنما بدين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. سادين أداة شرط غير جازم يسموها ما أدري شنو يعني، أنت إذا أنت مسلم فمعناها أنه أنت بدين أبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إذا أنت مسلم، إذا غير دينك فهذا أمر متروك إليك. إنما بدين أبي وأخي تديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. سكت يزيد شو يقولها صدق طلقاء فتح مكة دخلوا الإسلام عنها بالقوة بحد السيف. فرد الشامي سأل يا أمير هب لي هذه الجارية. قال أسكت فضل الله فاك وهب الله لك حتفا قاضية، أتعرفها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب. وين تسولف يعني الناخل. فزينب سلام الله عليها صارت تعطي للناس فكرة بخطبتها حتى تبين مقام هذا البيت، حتى تكمم هالأفواه التي تنادي بالأصوات النشاز من هنا وهناك. ولذلك ركزت على أربع محاور مهمة. أمن العدل يا ابن الطلقاء، أشارت للحاكم أعطت مقامه وسحبت منه الشرعية، أنك طليق بن طليق والخلافة محرمة على الطلقاء. ثم أعطت مقام للأسرة المسبية منين دولة، تخديرك حرائرك وإماءك وزوقك بنات رسول الله. عجيب عمي أنتوا افهموا دولة منه بنات رسول الله، بنات الوحي ربائب الوحي. ثم قالت رأس الحسين عبرت عنا بسيد شبابي للجنة. ثم أعطت لنفسها الحق ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. أربع محاور رئيسية لا يتسع المجال لذكرها وتفاصيلها، أربع محاور ركزت عليه الحاكم، الشهيد الفاتح، الأسرة الكريمة، وهي نفسها المتكلمة صلوات الله وسلامه عليها. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. بحيث بعض المؤرخين يقول أن زوجة يزيد سألت جاريتها قالت من المتكلمة التي أخرست المجلس؟ وهي سبايا تدخل تدري دولة مترامية الأطراف وتجيها سبايا بس تقولهم أنا ما سامع في اليوم سبية أخرست المجلس لهذا الحد. قالت لها الجارية هذه يقال أنها زينب ابنة علي. لطمتها على فمها قالت فضل الله فاكية، تعرفين من زينب؟ أكو واحد يقدر يجيب زينب سبية؟ لكن احنا نقولها يا هند بلا هي زينب، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال
لكن الدهر ضربته وإجت زينب سلام الله عليها وكانت سبية. الله يرحم سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعذرا. وهذه واحدة من الأمور التي تعثر بها الدهر ووقفت زينب مسبية. قالت لي سيدتي أنا سمعت هالشكي. قالت إذن أطلع أنا أشوف. جابوا لها كرسي وقعدت يم الحوراء زينب سلام الله عليها. قالت لها سيدتي من أي المدن أنتم؟ قالت لها من مدينة الرسول يثرب. المرأة يظهر عليها في نوع من الأدب سخو في بلاد بني أمية، يعني كل نفس بما كسبت رهينة. نزلت للقاع قعدت، قالت على صاحبي السلام احتراما لصاحب المدينة أنا راح أنزل بالأرض أفترش الأرض ما أقعد على الكرسي. بس سيدتي من أي البيوت بالمدينة أنتو؟ التفتت إليها الحوراء زينب سلام الله عليها، قالت لها من مدينة الرسول يثرب، نحن من نفس المدينة من مركز المدينة. قالت سيدتي أريد أسألك سؤال، أكو بيت أنا اشتغلت بخدمتهم، بيت سيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب، ما أخبار الحسين؟ شنو أخبار هذا البيت الطاهر؟ تريد تتأكد توصل نتيجة. قالت لها الحوراء زينب كأنك هن. قالت بلى سيدتي من أنت؟ قالت إن كنت تسألي عن الحسين فهذا رأسه، وإن كنت تسألي عن العباس فهذا رأسه، ونزينا باليحشون عني سليئية المصايب ما سلني نزلا على عيوني وعمني. ثم التفتت إلى رأس أبي عبد الله الحسين وهو بطشت من ذهب بين يدي يزيد، وقد أخذ قضيبا من خيزران ينكث ثنايا أبي عبد الله. قل له يا حسين يا حسين رأسك حين شفت أخويا تلعب عصا يزيد على شفت، أنا ذاك الوقت وجهي لطمت لطمت وصديت لبحرقة وندات، انشلت يمينك يا الضربت يا أخويا لما نسمعني ندلمت، شتمني شتمني وتعدت لشتمت. ثم توجهت بلسان الحال مخاطبة أباها أمير المؤمنين، أبويا حشيم اللي يزر ما جاك عاني ولا قال لك شنو دهاني، أبويا أبويا والعدو بالنجدة ابتداني ابتداني وأنا مخدرة ويكسر لساني. بناتك يا كرار صرنا غنيمة يا الله، اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم شافي كل مريض، اقضي دين كل مدين، فرج عن كل مكروب، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، وإلى أماتهم عمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.